شايفين يا جماعه السطح كله، ذا السطح كله شايفين هاللي هاللي بس صب على على على. وش المشكله يا ابو علي؟ المشكله من هنا. المشكله من هنا العزل، شفت علامه العزل وين كانت؟ العزل ايه؟ الى هنا. ايوه تمام، الى هنا العزل كان لحد هنا. لحد هنا جل... الحين ما حصلنا شيء. جا السباك قص العزل هذا، صار المويه تنزل من هنا. نقول كذا، نقول بالله كذا يروح. ايه؟ خلاص. طيب. يروح. طيب وش تنصح انت؟ وش تنصح العالم المساكين اللي ماكلين تبن؟ انصح العالم هذا السباك لما يجي يشتغل، يعني لخ... يعني اي سطوح يخلص عند اي واحد يبني بيت، سباك تكييف، يتصل على العزل. تعال شوف العزل، تعال شوف العزل، يعني خلاص الان بيبلطون. تعال شوف العزل، تعال شوف العزل عشان ما... والله يا جماعه ان هذا البزبوز بالحال هذا اللي هذا حدم عليه غرفتين كامله، واللي فوق زيه والله، وفي غرفه ذا لي زي هذا بالضبط داخل بالصفايه على هذا، مقطع العزل من هنا. المفروض انه يتصل على راعي العزل يقول له تعال سكر العزل، لانه قطع العزل اللي في الصفايه من هنا ومن تحت، يحطه كذا اكيد المويه تنزل. ودخلت المويه من هنا. شوف شوف الدخله، ترى هذا الصغير، شوف الدخله الصغيره هذه وين بلش عليها باصبعه، شايف هنا الصغيره هذه جنبه، قامت تقطر المويه تحت. صب صب هذا. فدائما اي واحد يسوي بيت لازم بعد ما يخلصون الاسطح تكييف. يقول لك التكييف، ايوه والتكييف والسباك بعد ما يخلصون الكهرباء. تعال يا صاحب العزل شيك، تعال شيكني على وشيكوا على المعصور، معصوره معصوره. ترى هذه الوجهه لا تعال اقول لكم عليها علشان ما تندمون ولا تخرب عليكم بيوتكم. الحمد لله انه ما طلع عندي للي هذا ولي ثاني فوق الحمد لله، لكن قبل